مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نتحدث فيها عن الدورة البرلمانية الأخيرة الحصيلة والأداء، ونتحدث كذلك عن مسار التوصل إلى مرشح موحد للمعارضة. إلى أين وصل هذا المسار، وإلى أين سيوصل؟ مؤسسة المعارضة الديمقراطية، هل يمكنها قيادة العمل المعارض في ظل بعض التحفظات من بعض القوى السياسية المعارضة عليها، وفي ظل التباين أيضا بشأن المواقف السياسية بين عدة أطراف وقوى سياسية؟ نتحدث كذلك عن شروط نزاهة الانتخابات المقبلة من وجهة نظر المعارضة. يسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذه المواضيع الأستاذ أحمد هول مبلا، نائب البرلماني عن حزب تواصل، نائب برلماني وكذا أيضا نائب رئيس حزب تواصل. مرحبا بكم أستاذ أحمد. في البداية، لو أردنا تقييما لأداء الدورة البرلمانية الأخيرة التي انتهت قبل أيام، من حيث الحصيلة ومن حيث أداء البرلمان، خاصة نواب المعارضة وبالأخص نواب تواصل، ماذا نقول؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه والاه. شكرا جزيلا لكم، شكرا للمشاهدين الكرام. في البداية اسمحوا لي أن أقف مع غزة، لأن البداية دائما لا بد أن تكون مع غزة. غزة العزة التي سطرت أمجادا لهذه الأمة وأعادت لها تاريخها ونصاعة قضيتها. طوفان الأقصى اليوم أرسل رسائل عدة بأن أحيا قضية الأمة المركزية، وأن أثبت لها أن الإرادة والتصميم إذا صحب بإيمان يحقق المستحيل. فمن هذا المنبر نتمنى لإخواننا في غزة النصر، ونشد على أيديهم، وندعو كل أحرار العالم لمناصرتهم. فيما يتعلق بسؤالكم عن الأداء البرلماني، الأداء البرلماني يمكن لنا النظر من زاويتين، من زاوية الكم والكيف. نحن في دورة برلمانية انقضت، أجزنا فيها حدود 26 مشروعا ما بين قانون اتفاق وقانون قرض ومشروع قانون، مشفوعة بعشرة جلسات للأسئلة الشفوية مشفوعة بالنقاش، وجلسة تضامنية مع غزة العزة، وجلستين لبرنامج السياسات العامة للحكومة، جلسة للعرض وجلسة للنقاش. هذه هي الحصيلة بالمعنى العام. كانت حصيلة بدون شك أنها تحمل بين طياتها الكثيرة من المشاريع، الكثيرة من النقاش، صحبتها أحداث برلمانية أخرى شاهدتموها بدون شك، وشاهدها المشاهد على شاشاتكم وعلى شاشات التلفزات. هذه الحصيلة كانت ميزتها أنها بآخر الفترة شهدت مستوى من الضغط بالنسبة للبرلمان. هو العمل البرلماني في صورته العامة خالق منه شيء ما يعرف المشاهد، وهو اللي يتعلق بعمل اللجان. هذه الدورة العقبة تعود إن قالها دورة الميزانية، وبالتالي لجنة المالية التي أتشرف بأني عضو فيها تعدل ياسر من الشغلة، بحيث على منها تجيها القطاعات الحكومية كاملة التي تعرض ميزانياتها، وبالتالي هذا يعود فيه قدر من الضغط، بالإضافة لعمل اللجان الأخرى اللي مصاحبة العمل ذي المشاريع اللي قلت لكم، وبالتالي هي دورة كان فيها قدر من الشغلة. نحن كبرلمانيين في المعارضة وكفريق بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية والتواصل واكبنا هذه الدورة، حاولنا أن نبذل جهدا مضاعف من أجل الحضور، من أجل الإثراء، من أجل النقاش، من أجل إبداء الملاحظات سواء في اللجان الفنية أو في الجلسات العامة. كان دورنا في اللجان الفنية مقتضي أن يكون دورا فنيا، يحاول أن يجود، أن يقدم قوة اقتراحية يمكن أن تكون مساعدة ومعينة. بدون شك أن الحكومة من ناحيتها لا تتجاوب كثيرا، وأن ما يدخل يخرج في الغالب كما دخل، لكننا نبذل دورنا من أجل التجويد ومن أجل إبداء ملاحظاتنا. كنا في جلسات العامة نحاول دائما أن نطرح هم المواطن، وأن يكون حاضرا في كل مشروع وفي كل مسودة قدمت في جلسة عامة، وأن نطرق تلك الأبواب. ساهمنا أيضا كفريق برلماني بهذه الأسئلة المشفوعة بالنقاش من خلال جدولة سؤالين لنا، أحدهما كان مع وزيرة الصحة، كنت صاحب هذا السؤال، وبالتالي كان دورنا في هذه الدورة دورا مشهودا مثل زملائنا في باقي نواب المعارضة. طيب، حزب التواصل ومؤسسة المعارضة الديمقراطية التي يتزعمها أعلن، اللي هي مؤسسة المعارضة، أعلنت قبل أيام عن توافق مجموعة من قوى وأحزاب المعارضة على ما وصفته بمسار
مساري التوصل أو مسار يتعلق بالانتخابات المقبلة، خاصة ما يتعلق من ذلك بالتوصل إلى مرشح موحد أو مرشحين متعددين كما وصف ذلك البيان. برأيك هذا المسار إلى أين وصل، وإلى أين سيوصل؟ شوف، خليني بعد قاعد نتكلم بس متواصل أولا اللي نمثله. احنا في تواصل كباقي قوى المعارضة الأخرى، مطروح لنا موضوع الانتخابات الرئاسية ومطروح بالطبع على طاولة وناقشنا ودفعنا باتجاه على أن ذاك اللي لاهي تقد تتوصل له مؤسسة زعامة المعارضة على أنه لا يعود هو توجهنا، وكان توجهنا كحزب على أن المؤسسة تسعى مع أطياف المعارضة كاملة على أنها تبحث عن مرشح موحد، لأننا نعرف على قوة المعارضة أن تجتمع قاعدة تشكل قوة تنافسية حقيقية للانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصا في ظل الواقع اليوم اللي يعيش البلد كامل من تردي في الخدمات، من ارتفاع بالأسعار، من الغلاء الفاحش، من هجرة، من بطالة مستشرية، من وعود ملها المواطن ولا شاف على أرض الواقع ولا انعكست حقيقة ذكية. وبالتالي كان هدفنا على المعارضة على أنها تجتمع على مرشح واحد، وهذا هو اللي سعت له مؤسسة زعامة المعارضة، واجتمعت فيها الأحزاب الممثلة فيها والأحزاب الخارجة بعضها، سواء منها أحزاب مرخصة أو أحزاب غير مرخصة، وكان نقاش صريح وواضح. مؤسسة المعارضة لم تخرج حتى الآن بموقف موحد، لكنها تسعى في هذا الاتجاه، من نافلة القول أنه بعض الأحزاب السياسية عندها مرشحينها، وعلنها بعضها على أنه يفكروا في الترشيح وفي الدعم، يا غير بعد هي كاملة مازالت مصنتة للحديث ومازالت تسعى لعلنها تجد توافقا، سواء كان هذا التوافق على مرشح واحد أو كان هذا التوافق على أنها تخرج إلى مسار مرشح متعدد، يا غير ملع أنها تلتقي إلى أتيحت الفرصة أن تتوحد في شوط ثاني على مرشح واحد. وبالتالي الخيارات مازالت مفتوحة، نحن في تواصل، خيارنا ذا هو أن ندفعه المعارضة لتوحيد مرشحها، وعلنا في حالة عجزنا عن ذاك علنا بإذن الله عز وجل خيارنا هو من بين الخيارات العقلية المفتوحة ترشيحا أو دعما، سواء طيب. كان هذا الدعم لأحد مرشحي المعارضة أو من خارج المرشحين التقليديين المعروفين. لكن هذا التأخر في حسم موضوع ملف مهم كالانتخابات الرئاسية ألا يصب في صالح النظام؟ ألا يصب في صالح مرشح الأغلبية الذي أعلن عنه عن ترشحه قبل أسابيع قبل أشهر بطريقة أو بأخرى بشكل غير مباشر؟ حتى الآن هنالك ماراثون سياسي لدعوة الرئيس غزواني لترشح لمأمورية ثانية من قبل القوى والأحزاب المؤيدة للنظام. ألا يعتبر هذا التأخر في صف المعارضة بحسم خياراتها مقابل التهيئة لمرشح النظام بشكل متسارع خلال الأشهر الماضية؟ ألا يصب ذلك؟ أنا ظاهر أن المقارنة ما هي موضوعية به اللي مرشح نظام مرشح من النهار اللي عاد رئيس، هذا تلقائيا. هذا الثاني شو من المزايدة السياسية وشو من الإخراج السياسي وشو من التسخين، هم العارف بالساحة السياسية في موريتانيا يعرفون محمد الشيخ غزواني لأنه مرشح لمأمورية ثانية، هذا من نافلة القول، وبالتالي هو مرشح أصلا. المعارضة ليس عندها مرشح واحد، هون مشاريع مرشحين، لكن هي تسعى لأن تجد مرشح موحد، وبالتالي هذه ما هي عملية قد تحصل بين عشية وضحاها، وبالتالي تحتاج إلى جهد جهيد، تحتاج إلى ياسر من اللقاءات، تحتاج إلى ياسر من الإقناع، تحتاج إلى مستوى من التواصل البيني بين أطياف المعارضة كاملة، يسوى ذيك اللي منها منتظمة في أحزاب ويسوى ذيك اللي خارج الانتظام في أحزاب، وبالتالي هي عملية تحتاج مستوى من التنسيق نحن نبذل فيها جهد وراجعين علينا نوفق فيها. طيب، ما مدى قدرة مؤسسة المعارضة على أن تقود هذا الجهد السياسي أو هذا العمل السياسي المتعلق بمسار الانتخابات، ونعلم ما فيه من تعرجات وما فيه من إشكالات؟ شوف، بالنظر إلى تاريخ المعارضة القريب، شوف، هي قدرتها واضحة، هي لو كانت ما عندها قدرة على الموضوع ما تعود باشرته لا تعود نشحت، فعلا أنها قدت تجمع ذا الطيف المعارض في جلو الكبير، وبالتالي كون على أنها جمعته وكون على أن الموضوع انطرح على الطاولة وكون على أن الأحزاب السياسية سمعته وعلى أنها مشات لا يترجع لهيئاتها وعلى أنها تجيب رأي في الموضوع، هذا معناها ينم عن قدرة مؤسس زعامة المعارضة على إدارة كفة الموضوع اللي ذا هو وعلى أنه الخروج به النتائج. والمعارضة طبعا هي مشاريع مختلفة
عندها رؤى مختلفة، تنطلق من منطلقات مختلفة، وبالتالي كون على أن أصحابها اجتمعوا على الفكرة هذا بحد ذاته مكسب. وفي النهاية ذاك اللي له يجيب هيئات هي كأحزاب الدور تحاول مولي مؤسسة المعارضة المجتمعية ممثلة في هذه الأحزاب كاملة على أنها تسوق في اتجاه على أنه إما المرشح الموحد أو رؤية على الأقل في الترشيح خادمة لمستقبل الفعل السياسي في موريتانيا وخادمة للوطن بإذن الله عز وجل. طيب بالنظر إلى ما حدث في انتخابات مايو العام الماضي وما وصفته المعارضة في أغلب أحزابها بأنه تزوير واضح بين قوسين لإرادة الناخبين، ما هي الأرضية التي ستنطلقون منها في المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة ما دام الواقع لم يتغير حتى الآن؟ يعني لجنة انتخاباتها هي نفسها، النظم القوانينية القوانين حتى الآن لم يتم تغيير أي شيء منها. شوف الانتخابات الماضية يعني أجمع كل الطيف السياسي، ما هي قاعد لا المعارضة حد، على أن انتخابات شابه الكثير وعلى أن شهيدة تزويرا يعني واضحا وغير مسبوق، وهذا قاعد لا ظاهر لأنه اعترف به سيني بأوجه أخرى. إحنا في المعارضة وإحنا في حزب التجمع الوطني لإصلاح وتنمية التواصل قلنا في لقائنا مع سيني وفي لقاءاتنا معها الأخيرة على أن العملية تحتاج إلى تقويم، وعلى أن أي عملية انتخابية ما صحت فيها القواعد اللعبة على أساس مراجعة الأخطاء الماضية وتلافيها على أن لا تعد عملية عبثية. وفي هذا الصدد إن دعاتنا سيني بادرنا واقترحنا لهذا المقترح، وعدلت لقاء كان الخميس الماضي للأحزاب السياسية على ياك على أنها تجمع بها، وجاءت الأحزاب السياسية وأدلت بدلوها. إحنا بدورنا قدمنا التشخيص اللي ظاهرنا على أنه قد يسهم في معالجة الاختلالات اللي نتوقع منها على أن هذا ترتب عليه شيء، ونتوقع على أني لا أخلق حوار سياسي وفق ما تسعى إليه مؤسسة زعامة المعارضة كمخولة لأنها هي اللي معنية بالحوار مع السلطة، على أنه قد تعود من نتائجه أيضا هي تحسين العملية الانتخابية، به اللي بدون أي تحسين للعملية الانتخابية وبدون أي تغلب على الاختلالات اللي قائمة واللي كانت مشهودة فيها لا يتم العملية لا عبثية. طيب. وهذا ظل واقعنا اللي احنا فيه وظل واقع الإقليم اللي محيط بنا قطعا لأنه مذير للبلد، وقطعا أنه لا قدر الله قد يجر المشاكل غير محمودة العقبة. هنالك مساران فيما يتعلق بالتوصل إلى تفاهمات مع النظام أو تشاور مع النظام أو حوار مع النظام. مسار يقوده حزب التكتل وقوى التقدم يتعلق بوثيقة الميثاق الدستوري أو الجمهوري، ومسار تقوده الآن مؤسسة المعارضة، طرح مبدأ نقطتين أساسيتين مرشح المعارضة ومسألة الحوار. يبدو أن هذين المسارين لا يقفان على أرضية سياسية واحدة بدون شك. شوف الميثاق، إذا كيف المعارضة أن تحصل نتائج والوقت ضيق بينما هي مشروع مفكك على هذا مشروع النحو. وقع عليه ثلاث أحزاب اللي هو حزب الإنصاف وحزب التكتل وحزب اتحاد قوى التقدم. نحن في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية والتواصل قلنا أننا لسنا معنيين بهذا الميثاق لأننا لسنا طرف منه، وبالتالي لسنا معنيين به. دعينا في حوارات في إطار لجنة المتابعة بالنسبة لوزارة الداخلية، وتم طرق الموضوع من عدة زوايا، وعبرنا بشكل صريح أننا موقفنا هو موقف زعامة مؤسسة زعامة المعارضة، وأنها في الأصل هي التي خولها القانون وخولها الواقع والعرف بأنها معنية بالحوار مع السلطة من ناحية الأحزاب المعارضة، وعلى أن أي حوار يجب على أنه تطرح على طاولته كل مشاكل الوطن بدون استثناء، وعلى أنه لا يمكن أن يكون حوارا على وثيقة واحدة وإنما يكون حوار على عدة وثائق يتاح للطيف السياسي فيها كامل، على أنه كلها عبر عن التصورات والرؤى اللي عنده وتنطرح على طاولة النقاش ونناقشوها من أجل الهم الجامع للوطن كامل بكل قضاياه وبكل إشكالاته الكبرى والتفصيلية. ساعتها ذيك الساعة نعود ودخلنا في حوار ونعود ونسعى على النتائج وتعود نتائج مقنعة وعلى أنها خادمة للوطن ونشوف لها آليات وإجراءات قابلة للتنفيذ. غير ذلك ليس حوار وإنما هو مشروع وثيقة سياسية وقع عليه بعض الأحزاب السياسية، نحترمه ونقدره لكننا لسنا معنيين به. طيب ولكن في ظل هذا التباين بين أطراف المعارضة لا يمكن أن يتخذ النظام ذلك مبررا أو تعلة لكي تمضي الأمور بهذا المسار بدون أي تغيير حتى تأتي الانتخابات في ظل نفس الشروط ونفس الآليات التي جرت بها انتخابات 2023؟ شوف احنا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل نسعى بعلنا ندفعوا باتجاه مصلحة الوطن ونعرف على الاستقرار من أولوية الأولويات ومصلحة الوطن،
وعلى انه سبله هو والتداول السلمي وشفافيه الانتخابات، وطرح كل القضايا والاشكالات على طاوله الحوار والسعي لايجاد حلول لها. هذه هي قناعاتنا وهي هي اللي ندفعوا بها. ظاهر ان على ان السلطه تتحمل المسؤوليه الكبيره فيها، وعلى انها معنيه بانها تدفع فيها اكثر من غيرها لان هي هي اللي في الحكم. وظاهر ان على ان الواقع الاقليمي اللي محيط بينا مملي على انه يدفعنا بذاك الاتجاه. حد شاف ذا اللي حاصل في جوارنا، وحد شاف الاشكالات اليوم اللي حاصله في السنغال يامس، واليوم يعرف على ان ذا ما يغير، ويعرف على ان الحوار هو المخرج الوحيد لحل اشكالات ذا البلد، ويعرف على ان شبابيه الانتخابات ونزاهتها وضمان التنافسيه فيها هي 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 الضمان الوحيد لاستقرار هذا البلد، ويعرف على ان ذا الواقع المتردد اللي يعيش المواطن المولي على انه ما هو قابل للاستمرار، وعلى انه ما يدفعه في اتجاه الاستقرار باي حال من الاحوال. احنا اخي عندنا واقع اليوم شاهد عيان للناس كاملة، عندنا غلاء في الأسعار فاحش، عندنا تدني في الدخول والرواتب، عندنا بطالة مستشرية، عندنا تردي في الخدمات الصحية، عندنا ضعف في المستويات التعليمية، عندنا رداء في خطوط النقل الموجودة، وعندنا 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 من الإشكالات الكبرى اللي البرامج اللي تسطر لها لا حبر على ورق ولا تنشاب على أرض الواقع، وعندنا فوق ذاك وعاقبه هذا الفساد المستشري اللي لا يبقي ولا يذر، واللي هو آفة الآفات. طيب. واللي ما تقدر تخلق معاه تنمية بأي حال من الأحوال. هذا الواقع كامل اللي ذا هو إني تعود ما فهم إرادة من السلطة لا تواكبها إرادة من أحزاب المعارضة، بعد أن ذي الأمور كاملة على أنها نسعى وعلى أنها نجبر لها حل لهذه الإشكالات اللي ذا هي، لا يعود واقعنا لا قدر الله إلا واقع قلة الاستقرار والانقلابات والفوضى والتشرذم. وإحنا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية والتواصل هذا الواقع ما ندوره ولا نسعى ولا نقابلينه، وبالتالي دافع عند الاتجاه. ولذلك على ذلك الأساس يوم احنا معيطين يوم 10 يوم السبت الجاي المهرجان عنوناه الشعب يعاني، لأن اقتنعنا على أن الشعب يعاني وعلى أن ذي المعاناة آن لها أن تقف. طيب. وآن لها أن تتغير، وندور كل الجماهير نواكشوط على أنها تجي حتى تسمع منا ذا التشخيص، وحتى تعاوننا فعلنا شكل ضغط حقيقي على السلطة ياك على ذا الواقع اللي هو يتغير. نظام الرئيس غزواني منذ وصوله للسلطة مد جسر جسور التواصل مع أحزاب المعارضة، وأجرى عدة لقاءات وتشاورات منها ما يعرف بمسار التشاور بشأن الانتخابات، سواء في انتخابات 2000 مايو 2023 أو في الانتخابات الحالية التي بدأت وزارة الداخلية منذ أشهر مجموعة لقاءات مع القوى السياسية لما تسميه يعني ضمان مسار تشاركي في هذه العملية الانتخابية. ألا يدل على هذا على مستوى كبير من الإيجابية السياسية والتعاطي مع المعارضة والاستعداد أيضا للاستجابة للشروط أو الضمانات التي تطلبها القوى المعارضة؟ أخي أنا ظاهر لأن السؤال يقد يلا يعود مقلوب شوي. السؤال يلا يعود من رأي كان المعارضة ما كانت إيجابية ياسر من الإيجابية اللي مدت جسور واستعدت المستوى من التهدئة وصبرت عليه هذه السنوات كاملة من أجل مصلحة الوطن. هذا هو السؤال. وبالتالي هي التهدئة ما كانت من زر واحد، فهم أحزاب معارضة هدئت وقبلت على أنها تخلق تطبيع سياسي لأنه لصالح الوطن، يا غير ما شافت فمت هذه الإيجابية اللي تحدثت أنتم عنها، ما شافت لها مؤشرات على أرض الواقع القابلة للاستمرار. جاءت الانتخابات وزورت وخلق تلكؤ كبير في الحوار، وهمها على أنها ينفرض عليها حوار من يعني من طرف واحد من خلال ميثاق وقعت عليه بعض الأحزاب السياسية، وتم واقع المواطن اللا افتردي، وتمت المشاريع الكبيرة اللي تجي ما تغير شيء في الواقع. احنا مقبلين على الغاز الصبح، شوف جارتنا السنغال ذكية هي، احنا لا حديث وكأن ما طاري شيء. احنا اليوم عملتنا منهارة بأكثر من 40 وقية، احنا اليوم أسعارنا في تزايد منحناها طالع، احنا اليوم كي قلت لك هذا الشريان الحياة اللي عندنا اللي ماشي عليه قدرون واللي هو طريق الأمن، كل ما وفات منه رقعة خسرت الرقعة اللي وراها. طيب وبالتالي احنا واقعنا هذا هو هذا السؤال. انتم كقوى معارضة متهمون من قبل البعض بانكم جزء من هذا المسار الذي اوصل البلاد الى ما وصل اليه من خلال طريقة. من خلال اسمح لي مارسنا الحكم من خلال تعاطيكم مع نظام غزواني منذ وصوله للسلطة وتخليكم عن المواطن والتعبير عن همومه واستقالتكم من مهمتكم كمعارضة. احنا ما تخلينا على المواطن ولا استقلنا، على العكس احنا كنا مواكبين للمواطن وكنا مواكبين الهم وكنا نطرحه. بياناتنا ذيك هي الشاهدة. جاءت فترة زمنية كبيرة، كورونا عطلت العالم كامل، ما قد حد يحاسبنا عليها. جاءت استحقاقات انتخابية ودخلنا فيها وعبرنا فيها بشكل واضح وبلغة قوية عن ذا الواقع المأساوي، واحتكمنا فيها صناديق الاقتراع، يا غير جاءت السلطة وزورتها
ويعني ولا خلات فرصة لعلني قد يخلق تغيير يسوى بأي مستوى من مستويات، حاست على المؤسسات اللي موجودة ومنها السلطة التشريعية اللي كنا نتكلم عنها وحاولت على أنها تكبلها، ولا خلاتها تعود سلطة بذاك المعنى لذا قوة من خلال أغلبية ميكانيكية موجودة فيها. وبالتالي طيب هذا الواقع المتردد اللي هو احنا ذا الواقع اللي هو عبرنا عنه في كل مرحلة بما يناسبها، ساهمنا إيجابيا في هذا التطبيع السياسي حتى يؤتينا أكله. يقر وضاحنا على أن هذا الواقع على أنه يحتاج إلى صوت أرفع من الصوت اللي كنا رافعين، وبالتالي حاولنا على أن نزيد صوتنا أكثر، ودعينا لذا المهرجان اللي ذا هو ندور نقول للمواطن ونصارحه بحقيقة الوطن ونشاركه همه ونسعى بكل ما أتينا من قوة لأن الواقع اللي هو يتغير. لا يمكن أن يقول لك قائل ألم تتأخر هذه الاستجابة لتطلعات شعراء وهذا الشعور بواقع المواطن لم يتأخر كل هذه السنوات؟ لا ما تأخرت، لم تأخر أربع سنوات؟ لا ما تأخرت هذه الأربع سنوات اللي عدنا فيها مهرجانات، شي منها كان انتخابي وشي منها كان غير انتخابي، جاءت ظروف صحية كي قلت لك وحجزت عنها، وجاء واقع مستوى من التطبيع راعيناه، ومع ذلك كنا نقدم للمواطن من خلال كل المنابر التي نملك، سواء من خلال عمدنا سواء من خلال نوابنا اللي موجودين في البرلمان، يطرحوا قضايا يمشوا معاه مظلمية وشر المؤسسات الحكومية كاملة، وبالتالي أقسامنا اتحادياتنا مناضلين كانوا ملتحمين بالمواطن وكانوا يحاولوا يخفوا عنه ألامه من خلال التطوع والعمل التطوعي اللي عدلوا من خلال السقاية ومن خلال معالجة المريض ومن خلال سقياه ومن خلال عونه في كل وقت وحين من جيوبهم الخاصة ومن ذاك القليل اللي يملكون، وبالتالي ما قد تخلينا عن المواطن في أي لحظة، على العكس كنا معه ولازلنا معه وسنبقى معه بإذن الله عز وجل. طيب أنتم تتحدثون عن شروط نزاهة، شروط معينة تحتاج أنها تتوفر بالعملية الانتخابية لكي تتهيأ لأن تكون نزيهة كما تقولون، ما هي هذه الشروط التي تريدون الآن أن تتوفر في هذه الانتخابات ولم تكن متوفرة في انتخابات مايو؟ شوف هي الأمور ما تخفى، احنا عقب الانتخابات متوافق الطيف السياسي كامل على نشهد ياسر من الاختلالات، أول شيء بعد قاعد صح هذه الاختلالات، هل يعقل على أن الترحيل الانتخابي اللي خلق الأخير على أنه قد تخلق معاه انتخابات نزيهة؟ هل يعقل على أن التسجيل الانتخابي اللي خلق على اللائحة الفوضوية اللي خلقت فيه كلها قاعد ويمشي ويسجل له كيف يبقي ويجمع له في المكاتب كيف يبقي؟ هل يعقل على أن قد تخلق انتخابات ما فيها محاضر شاهدة على النتائج ذكية هي؟ معناها خلقت ياسر من الاختلالات، احنا طالبنا بياسر من الشروط التحسينية أقل ما فيها على البصمة الإلكترونية على أنها تطبق، على أن حد لا يسجل على أنه يسجل عينا، وعلى أن حد لا يصوت على أنه صوت عينا، هذا ما يكلف تكلفة كبيرة، وحتى المعارضة يكسع في تعاطيها مع السيني جابت له الأدلة على أن ذلك هو قاعد يجبر بفاتورة مالية ما هي كبيرة قاعدة تضمن ذا يقر فامتلكوا عنه، وبالتالي ذي الإشكالات المطروحة كاملة دعينا إلى حلها وقابلة مولي للحل وقابلة للحل. طيب. يقر تحتاج إرادة سياسية عند النظام على أنه يرفع عيده عن السيني وعلى أنه يعدلها لجنة مستقلة للانتخابات، وهون الرسالة يلا توصل سيني على أن سيني نين تعود ما هي قاد تعدل مهمتها ولا لتنجح في الانتخابات الجاية، معناها أنها لم تعد خيارا بالنسبة للشعب الموريتاني. طيب اسمح لي، أنتم تتحدثون عن سيني وكأنها يعني كائنات من عالم آخر، في النهاية سيني تتكون من أحزاب سياسية وتمثل فيها الأغلبية المعارضة بقريب من نصف أعضائها، فلماذا هذا الخطاب إلى سيني وكأنها لا في النهاية تديرها السلطة؟ لا لا تمثل بنصفها، أنا قلت قريبا من نصفها على كل حال وفق قانون فيها بعض القيادات اللي كانت قيادات حزبية ألزمها القانون بأنها تستقيل وعلى أنها تعود، نحن نثق فيها، يقير هي قدام إرادة عند السلطة التنفيذية هي المتغولة وهي المتحكمة، الحكام والولات والحرس في المناطق الانتخابية في الدوائر الانتخابية هم المتحكمين هم أصحاب السلطة، وبالتالي الصيني قاع مغيبة، وبالتالي هي الإرادة المطلوبة لأنها تعود إرادة جامعة من السلطة التنفيذية اللي هي موجودة على الأرض واللجنة المستقلة للانتخابات على أنها تقدر تحقق العملية اللي هي بشفافية، وهذا لا يقدر تعدله اللجنة المستقلة للانتخابات ولا ينتعد فم إرادة عند السلطة، ينتعد ما فم إرادة عند السلطة ما يقدر يخلق، ولذلك احنا شفنا في نواكشوط هو أقرب نقطة وهو أكبر يعني تجمع سكني وهو بل الوعي، شفنا عند قفير الصناديق الانتخابية انفتحت غصما عن سيني وانفتحت غصما عن رؤساء المكاتب لأن إرادة السلطة التزوير، وبالتالي نعات إرادة تعدلته بكل فجاجة ياكل في عاصمة البلد،
من باب أحرى في المناطق النائية. وبالتالي طلبنا على أن العملية على أنها تعال لها عملية مستقلة، لأنها تخلى عملية مستقلة، وعلى أنها توفر لها أدواتها اللي قادرة تقول بها نزيل. شكرا جزيلا للأستاذ أحمد المبالا نائب رئيس حزب تواصل ونائب البرلماني عن حزب التواصل، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، أنقل إليكم تحيات فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.